مجمع الشفاء الطبي عبارة عن ساحة حربية تشبه الغول. تعرف الغول؟ تعرف لما انت تحضري مسلسل اكشن فيه احداث قد ما انت بتشوفه على التلفزيونات وبتسمع اخبار ومن الصحف ومن الناس اللي بتناشد، ولا هذا لا يذكر صفر ولا لا يذكر بالنسبه للي احنا شفناه، بالنسبه للنساء اللي اغتصبوها، بالنسبه للنساء اللي خطفوها، للي اعدموهم، للجثث اللي تحت الردم طلعوهم هجموا كلابهم عليهم ياكلوهم. في اعطل من هيك؟ في اعطل من لما نشوف الستات بصوته بدهم مناشده وبنيجي نروح نعمل لهم اي شيء طخوا علينا؟ في اعطل من هيك؟ في اعطل انه كل اللي احنا بنمر فيه من حرب نفسيه وجسديه، حرب من كله، وغير كل هذا كمان جوع وعطش. احنا مبنى اليو ان دي بي ده المستشفى الحلو الدولي، محيط الشفاء الطبي، طلعونا غصب عنا، حرقوا المكان علينا وطلعونا، فتحوا الابواب دخلوا على بيوت، طلعوا النسوان وخطفوا الرجال اللي طخوهم اللي حرقوهم، ويحرقوا النسوان بالاطفال في المباني جوا في البيوت. هذا اعطل 6 ايام من 6 شهور، هذول أعطل 6 أيام من كل إشي، من حرب نفسية وجسدية وجوع وعطشة، بأبشع حرب تصير من 6 شهور.